السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الجميلة، الفصل الدراسي الثاني، الوحدة الرابعة، ودرس اليوم بعنوان الاستراتيجية القرائية، قصة الطيران. درس اليوم يا أبطال في كتاب الطالب صفحة 127، بإذن الله سوف نتعرف اليوم خطوات القراءة المتعمقة، وبإذن الله سوف يريد الطلاب قراءة النص قراءة جهرية صحيحة. في البداية لكي تقرأ كتابا أو لكي تقرأ نصا قراءة ذات فهم وتستطيع أن تفهم مضمون هذا الكتاب أو مضمون هذا النص، عندي خمس خطوات. خمس خطوات، يعني خطوات القراءة المتعمقة خمس خطوات. الخطوة الأولى أستطلع. عندما أستطلع فأنا أستطلع العنوان ثم أستطلع الموضوعات الفرعية لو كان هذا كتاب، ثم أقرأ الخاتمة ومن هو خادم ومن هو مؤلف هذا الكتاب، أي أستطلع الكتاب بصفة عامة. ثم الخطوة الثانية أسأل نفسي عن أي شيء يتحدث هذا الموضوع، ثم أبدأ في قراءة النص أو أبدأ في قراءة هذا الكتاب. دعونا نناقش خطوة خطوة. الخطوة الأولى أستطلع، أقرأ النص الواحد في كم خطوة يا بطل؟ ممتاز، أحسنت يا بطل، في خمس خطوات. أقرأ الفقرات لتحديد فكرة لكل منها، كل فقرة من فقرات الدرس لها فكرة تتحدث عنها، لكل منها فكرة تتحدث عن الفقرة، أي عنوان لكل فقرة هذه الفكرة، أدونها في الهامش، وأحول أفكار الرئيسية للنفس إلى سؤال أو أكثر. يعني عندما أسأل، وهذه الخطوة الثانية، أحول الأفكار الرئيسية للنص إلى سؤال، ثم أكتب السؤال على الهامش أو على ورقة خارجية، ثم أقرأ النص بتركيز وانتباه للبحث عن إجابات لأسئلتي التي طرحتها. بعد أن أقرأ وأحاول أن أعدل هذه الإجابات، ثم أعدل أسئلتي بعد الحصول على الإجابات، أعدل أسئلتي بناء على نتائج القراءة. يبقى الفقرة الأولى يا أبطال أستطلع النص بصفة عامة، ثم أحدد فكرة لكل فقرة، كل فقرة من فقرات النص تتحدث عن فكرة محددة، أدون هذه الفكرة، ثم أحول هذه الأفكار إلى أسئلة، ثم أحاول أن أجد إجابات لهذه الأسئلة، ثم أعدل أسئلتي بناء على نتائج القراءة. الخطوة الرابعة أستذكر. بعد أن أقرأ أغلق الكتاب، ثم أحاول أن أجيب عن الأسئلة من ذاكرتي. أحاول أن أجيب عن الأسئلة من الذاكرة. طيب، الخطوة الخامسة والأخيرة أراجع. بعد أن أسجل الإجابات من ذاكرتي أقارن هذه الإجابات بالإجابات الموجودة في النص، يبقى أراجع إجاباتي وأقارنها بالنص لأتأكد أنها صحيحة وافية. وستتضح لنا هذه الخطوات الخمس من خلال هذه القصة، هي قصة الطيران. دعونا نقرأ ثم نجي نطبق هذه الخطوات الخمس عند الإجابة. قصة الطيران. قبل مئات السنين طار شاب عربي اسمه عباس بن فرناس بجناحين من ريش، ولكن هذين الجناحين لم يقدرا على حمله، فسقط على الأرض فأصيب بالرسوب، وحاول غيره من العلماء أن يفعلوا مثله وسقطوا أيضا، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل للإنسان القدرة على الطيران كما جعلها للطير.
هذه أبطال الفقرة الأولى. لو أردنا أن نضع لها فكرة أو نضع لها سؤال لقلنا متى بدأت فكرة الطيران؟ هذا هو سؤال. ولو أردنا أن نضع لها فكرة أو عنوان لقلنا بداية الطيران. أحسنتم يا أبطال. الفقرة الثانية: ظل الإنسان يحلم بالطيران ويفكر ويجرب ويفشل، ولكنه لم يستسلم لليأس حتى جاء شابان أمريكان هما الأخوان رايت. هذه الفكرة أو هذه هي الفقرة الثانية، وممكن أن نضع لها عنوان نقول الأخوان رايت وقصة الطيران. وكان من صانعي الدراجات ففكر في صناعة الطائرات وتوصل إلى صنع أول طائرة شراعية لها أجنحة مزدوجة، ولكن لا ذيل لها ولا محرك. ارتفعت الطائرة في الجو مدة دقيقتين ثم سقطت، واستمر في البحث والتفكير والمحاولة حتى توصل إلى تركيب محرك صغير مروحتين للطائرة، فطارت مدة وجيزة ثم هبطت ولم يصل أحد منهما بأسر. يبقى الفقرة الأولى يا أبطال تتحدث عن معلومة من بدأ الطيران، مشاف العربي اسمه عباس ابن فرناس حاول أن يطير ولكنه سقط وأصيب. ثم جاء بعده الشابان الأمريكيان وكان من صانعي الدراجات، كان عملهم مما يصنعون الدراجات، ففكر في صناعة الدراجات. لماذا لا نصنع طائرات؟ ولماذا لا نستطيع أن نطير مثل هذه الطيور؟ صنع أول مرة طائرة شراعية لها أجنحة مزدوجة بدون ذيل. ارتفعت في الجو لمدة دقيقتين ثم سقطت، ولكن استمر في البحث والتفكير والمحاولة حتى توصل إلى تركيب محرك صغير في الطائرة، فطالت مدة وجيزة. ومن هنا يا شباب نستطيع أن نضع عنوانا لهذه الفقرة، وهي كيف نجح الأخوان في فكرة صنع الطائرة، أو يمكن أن نعدل السؤال ونقول لماذا نجح الأخوان، وتكون الإجابة يا أبطال بأنهما استمر في البحث والتجريب والمحاولة حتى استطاعوا أن ينجحوا. استمر مخترعان في العمل حتى نجح في الطيران، ثم حاول بعضهم علماء كثيرون حتى تقدمت صناعة الطائرات وتطورت، فظهرت طائرات الركاب والطائرات الحربية والطائرات العمودية، وأصبح الطيران أهم وسائل المواصلات في العصر الحديث. لو أردنا أن نضع عنوانا لهذه الفقرة لقلنا أنواع الطائرات أو تطور صناعة الطائرات. بعد أن قرأنا يا أبطال النص، نأتي الحين إلى نطبق ما قرأنا في هذا الكتاب. الفقرة الأولى تتحدث عن الفكرة الرئيسية، أحسنت، بداية فكرة الطيران. لو أردت أن أضع سؤالك كما قلنا متى بدأت فكرة الطيران، الإجابة بالطبع قبل مئات السنين. الفقرة السؤال الثاني: من أول من حاول الطيران؟ عباس بن فرناس. السؤال الثالث: لماذا لم ينجح بعض العلماء في الطيران بأجنحة المريش؟ لأنه لم يملك القدرة على الطيران مثل الطير. الفقرة الثانية: لو أردت أن نضع لها عنوان أو فكرة رئيسية، جهود الأخوان رايت في صناعة الطائرات. السؤال: ما هي أول طائرة توصل إلى صناعتها الأخوان؟ أحسنتم يا أبطال، هي طائرة شراعية. السؤال الثاني: هل نجحت في الطيران؟ ممتاز بالتأكيد،
سقطت بعد اقلاع لدقيقتين، طارت لمده دقيقتين ثم سقطت. لماذا نجحت اخوان رايت في الطيران؟ احسنت بافطار بسبب الاستمرار في البحث والتفكير. الفقره الثالثه تطور صناعه الطائرات. السؤال: فيما تستخدم الطائرات الان؟ الاجابه بالطبع في نقل المسافرين وفي الحروب واطفاء الحرائق. نعيد مره اخرى يا ابطال، خطوات القراءه المتعمقه، قلنا الخطوه الاولى استطلع ثم اسال ثم اقرا ثم استذكر ثم اراجع. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. عندي قصتين مذكورتين في الكتاب، في كتاب الطالب. اطلب منكم ان تقرأوا هاتين القصتين ثم تضعوا لكل قصه من هذه القصه عنوانا. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. ارجو من الله عز وجل ان تكونوا قد استغربتموه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.